này đau em nè, mũi quá. Trời ơi. Nằm im nha. Đưa đồ cho ông ôm cái con gì đó ông ôm cái. Chị lấy ơi. Chị lấy cho con gấu bông với chị lấy. À con heo á, con to to á. Đó là con mèo. Đây em. Đây ôm đi cho nó có điểm tựa. Đi trời, đã nghe. Rồi ra. Nó lì gì chị? Rứa cục dễ ra sao? Gần hết rồi đó. Đừng 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 rụt rụt đừng. Gì vậy? Mụn à? Chị à, chắc là khoảng 20 phút. Ừ, tôi cho anh đợi đó đợi xí đi hả? Ừ. Làm liền. Cái ưng làm liền thì... đợi chị. À, đợi chị theo, đợi gần cỡ tầm 10 phút nữa là em cho lại người. Đợi đó thì chắc là sáng. Ừ, 10-15. 10-15 phút cả thứ. Mụn dễ ra rồi mà cũng đang
cái bọc có mụn có bọc nóng hay ra cho xíu hoặc điều hòa những hơi nóng quá cho coi thử cái cánh quạt nằm ở đâu đó. Sâu xíu không đau liền, hôm nay nặng kiểu chi mà nó không động chạm thì được. Ra nhẹ nhàng đây là hơi đau xíu nha. Kẹo cái xương sống một nín thở hơi đau người đau thì tắt.
بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بحضراتكم جدا في وصفة جديدة من وصفاتنا، بتمنى انها تنال رضاكم. احنا الوصفة النهاردة بتاعتنا ايه؟ حضرتك طلع صامت النهاردة ولا ايه؟ انا هشتغل. الوصفة بتاعتنا النهاردة بناء على رغبتكم لقمة القاضي او الزلابية، يعني نكمل سلسلة الزيوت زي ما انتوا طلبتوا بالظبط. فان شاء الله النهاردة هنعمل لقمة القاضي ومقاديرها وكل التكات والحركات اللي تخليها تنجح معانا. هنقول دلوقتي على المقادير. احنا عملنا الزيوت اللي هي بلح الشام لقمة القاضي صوابع زينب، دي بتتسمى الزيوت، لا الرموش في الفرن. هنقول المقادير بتاعتنا ونبدأ بيها دلوقتي، ودي الطريقة الصحيحة المظبوطة للقمة القاضي برضو من أفخم المحلات بتاعتنا. للطريقة الأصلية للقمة القاضي الأكبر المحلات برضو بيكون عندي ربع كيلو دقيق أو كوبايتين دقيق، بيكون عندي 200 ملي من المية أو كوباية مية نفس الحجم ده، ودي كوبايتنا جماعة المقاييس. بيكون عندي نص معلقة صغيرة سكر، وأنا حاطط سكر قليل جدا عشان ما تلونش معايا بسرعة. كنت لسه هسألك ليه مش حاطين معلقة كبيرة سكر عشان الخميرة. بيكون عندي بيضة، بيضة نص معلقة صغيرة خميرة، هناخد من دي نص معلقة صغيرة، معلقتين كبار زيت، تمام، معلقة كبيرة نشا جديد النشا، خلاص كل دي المقادير بتاعتها. وهنبدا على طول العجن عشان هتكسبكوا وقت. ما بحط دايما المواد السايله كلها مع بعضها بالشكل دوت كده. هنبدا نحط دلوقتي كل حاجه، ادي الميه والزيت، ادي السكر، ادي البيضه، وادي اللي سلقها الخميره. ونبدا نحط كده، حط النشا على الدقيق. خلي بالكم النشا اهو على الدقيق عادي جدا على البارد، مفيش اي مشكله معانا اهو. ونبدا الاول هنخفق الكلام ده طبعا بايدينا افضل. هنا انا عندي معلقه سيليكون هتقضي معايا نفس الغرض. لا مش لازم يعني ان احنا اصل انا بحب العب بالعجينه. الميه يا ريت تبقى دافيه شويه طبعا في شهر رمضان الكريم لما تعجنوها وتخلوها جاهزه وتقلوها قبل المغرب كده، ان شاء الله باذن الله هتديك نتيجه حلوه. هنبدا نخفق الكلام ده ما يقلش عن 3 دقايق لغايه ما تتكون الشبكه الجلوتونيه بتاعتنا، بحيث ان ما تعملش ملك وتديكوا شكل بطه وتديكوا شكل وزه، الحاجات اللي حضراتكم بتشوفوها ديت. يعني حضرتك معلش ثواني، تقصد ان العجن الكويس قوي هو اللي بيخليها تتكور؟ طبعا لازم تتعجن، وضروري يا ريت عشان تديكوا نتيجه ممتازه يكون دي بيتزا ومخبوزات. دي اللي هو عرق شديد، هو ده سرها بره، وهو ده اللي بيدي النتيجه اللي بتبقى مظبوطه جدا. ما يقلش عن 3 او 4 دقايق عجن كده. شايفين ازاي لت زي العيش البلدي؟ شفت الاخوه في الريف بيعملوا ايه؟ اللت ده عشان تتكون الشبكه اللي عندنا، عشان لما اسيبها تخمر تبقى متماسكه، وكتر اللت ده بيخليها تتماسك وبتبقى عجينه مميزه جدا. طب سؤال يا شيفنا، قولي لي، انا عملت العجينه بتاعت لقمه القاضي زي ما حضرتك قلت كده، وجيت وانا بقليها. حلوه حضرتك، ما انا بعتبر نفسي من المشاهدين يعني. تمام، مش عشان انت جوزي انا بقول لك حضرتك، لا انا بسال مكان المشاهدين. تمام، وانا بقليها لقيتها عملت اشكال بطه ووزه وما اتكورتش، اتصرف ازاي؟ ما هو هنا يا اما الدقيق كان دقيق جميع استخدامات اللي هو بتاع الكحك والبسكوت والبيديفور، اما ان هو الميه جت زياده منك شويه. اتصرف ازاي؟ ممكن نزودها شويه دقيق واسيبها تخمر تاني، بس من الافضل ان انا لانها مش هتظبط معاكي في جميع الاحيان، من الافضل ان انا اعجنها العجنه. شايفين السماكه عامله ازاي؟ شايفين العرق اتكون ازاي؟ في بقى بيحاول يديها، سمعت حاجات كتير واقاويل كتير، بطاطساية مسلوقة، ولكن انا بطاطساية مسلوقة ممكن تحليها، ممكن تحليها اضربها في الخلاط، ماشي. لكن في بيدوها يعني حاجات تانية، لكن ما علينا، انا بحب اتكلم عن نفسي بس. بس كده العجينة جاهزة، هسيبها تخمر وارجع لكم بعد ما تخمر. تمام يا شيفنا. دي العجينة سبتها تقريبا في حدود نص ساعة خمرت بالشكل دوت. العجينة بعد ما بتخمر هتلاحظوا انها ايه؟ خفيفة، مش تقيلة قوي. هنروح دلوقتي على الزيت ويكون قادح ونبدأ نقليها، وانا بقى لي هعلمكم ازاي الآلية تكون ازاي يا جماعة في لقمة القاضي. يلا بينا. هبدأ دلوقتي اقلي زي ما احنا شايفين العجينة خمرت معانا اهيت.
هبدأ دلوقتي أقلي، والحمد لله هي دخلت جوه عشان أقلي براحتي. بنبدأ ناخد كده وننزل كده. الزيت لازم بقى. في مشكلة بقى بتحصل، هو إن إحنا لما بنيجي نقلي ندننا نقلي، نحط في الطاشة 20 وندننا وراهم نقلي 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 لغاية ما أحمر وننزلهم في السيرب. هوب هينزلوا في السيرب، وبالظبط بعد ربع ساعة هنلاقيها طريت. وأنتوا بتشتكوا من الحتة ديت. إيه اللي هيحصل بقى؟ إن إحنا بقلي أهوت زي ما أنتوا شايفين لغاية ما تبتدي أول واحدة حطيتها تحمر وتاخد اللون البيج. بقوم شايل كله. اللقمة القاضي يا جماعة بتتقلي كلها على بعضها مرة واحدة. أنا جيت. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جيت. الجو بيمطر ولا إيه؟ أوه. هنا ابتدأت أول واحدة لو بصيتوا كده تاخد اللون البيج. بيج. هنا هبتدي أنا أطلع المشكلة كأن هي اللي بتعمل بالظبط. استنى بس استنى. قولي أنا عايزة أعمل بتاع الكواوير، عمري ما كورت الكواوير دي. الكواوير دي بتبقى كده نتيجة ليه؟ المقادير المظبوطه. طب ما انا عايز اكور بقى. لو هي مقاديرك مظبوطه وانا كورت وكورت معايا، هقول لك. بس هنا دلوقتي احنا عملنا ايه؟ خدتها بلانشيه. انا عارفه بلانشيه. عايزه اكور، عايزه اكور، عايزه اكور، عايزه اكور. اديكي اخر شويه. هتكور انت ولا اكمل انا؟ لا هجرب. لا مش عايز. بصي العادات اللي انه بيقوموا حاطين. طب هجرب. المعلقه في الميه وايدي في الزلابيه. وبعدين زلابية. مش الزلابية هي لقمة القاضي؟ بالظبط كده. طب ايدي يا بالله ولا كده ناشفة؟ لا ناشفة. تمام. خدي بالك هنقطع كرة صغيرة. برافو عليك. تمام. هي هتدور معاك. ايه 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 والله العظيم أول مرة أعملها. يلا. لا أيوه أكون. برافو عليك. يلا. تمام. ما ترميش بخوف، ما تخافيش. برافو عليك. حلوة. ما ترميش بخوف. انزلي بالعجينة بالراحة. وقطعي اصغر من كده، قطعي اصغر من كده. اصل في حاجات بتلسوع. ما عشان المعلقه مبلوله ميه قوي. اصغر اصغر من كده. بصي العجينه طالما مظبوطه برغم انك اول مره تعمليها، لكن عامله ازاي؟ شايفين بقى يا جماعه العجينه مظبوطه، طالعه معاها بنسبه هنقول 90% كويسه جدا. يا اخويا حلو رضا 100%. ايه؟ تمام. يلا خليني انا بقى اكمل لك الباقي. لا 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 لا، وانا ده لعبه يعني، جربوها والنبي هتعجبكم قوي. ده لعبه جميله قوي اهو. هلحق بقى ارفع ده، بس هخلي الطبق بتاع علامه هنا والطبق بتاع. والله العظيم حلوه، والله العظيم حلوه. أهو ممتاز ممتاز. خليني بقى اغسل انت ايدك. لا استني هصغرها. زي ما احنا شايفين دي اخر طاسة، وهنا خلاص انا مش محتاج ارفعهم، انا محتاج انزل بدول كله مع بعضه. ولو هي سألت على حاجتها اقول لها حطيتها. ماشي كله على بعضه اهوت. وهدي النار شوية. حطيت لك حاجتك. كله كله لقمة. يعني انا هرمي حاجتك ليه يعني؟ هنا لا لا، ده بحاجتي مش هنا والله. هي 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 لا, لا, لا 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 لا، اصل انا الكور بتاعتي كبيره عشان اول مره اعمل. هنا كله على بعضه اهوت. انت بتردش عليا ليه؟ ما هو ما هو ايه وديتهم؟ طب وري لهم، وري لهم السيره. رميتهم؟ انت بتضحك على عيالي وانا عيله صغيره. وري لهم. شايفين منظر لقمه القاضي عامل ازاي؟ كله مع بعضه. هديت النار. لقيتهم. شايفين لما هديت النار؟ السيرب لازم يبقى تقيل. كيلو سكر مره هعمل لكم السيرب، هيكون قبل رمضان. كيلو سكر، نص كيلو ميه، او كوبايتين سكر غطيتهم بس بالميه، ورشه ملح ليمون، ودي قشره برتقانه او قرنفل اي حاجه زي كده. ولازم السيرب يبقى كتير قوي اللي هو ما طلعش. ما نتسرعش ولا نطلع. شايفين المنظر بتاعها عامل ازاي؟ شايفين لسه بقى في الزيت لما تنزل في السيرب. ادي كده هنبدا نرفع. شايفين عامله ازاي؟ دي جايه منين؟ منين؟ من القليه بلانشيه، ونردها مره كمان والنشا. يا بوي وانا واحده.
واحدة والندوة وانا 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 يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني بس كده هسكت تسلم ايديكي هسكت انا سوف اسكت كده طب اخد انا دول شفناها وعرفنا طريقتها بص بقى انا بشوف عليها صوص شوكولاته وساعات بشوف عليها برافو عليك فكرتيني حاجات حمراء مش عارفه ايه هي اهو مروار يا سلام بقى عارفين الزلابيه دي تاكلوها فين في اسكندريه حبيبتي وانت بتاكلها كده عليها سكر بودره تحفه يا ما اكلتها في العجمي كده احنان ده مروار احمر الصينيه دول اجدع ناس لا عايزه شوكليت عايزه شوكليت بس كده شفنا النهاردة لقمة القاضي وشفنا الطريقة والعجينة إن شاء الله تعملوها هتعملوها أحسن مننا كلنا كده كلي هو لازم تاكلي اللي شفنا كده طريقة لقمة القاضي الطريقة الأصلية والمظبوطة مش عايز أقول الأصلية لكن إن شاء الله جربوا الطريقة دي من الحاجات التحف الجميلة بالذات مع مروار الفراولة لا خلاص أشوفه في فيديو جديد على خير السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بيكم النهاردة عندنا إيه عندي المشبك المشبك من الحاجات الجميلة والرخيصة والاقتصادية جدا 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 النهاردة عايزين نعمل المشبك ونتعرف على طريقة السيرب مش بتاعت المشبك بس بتاعت الحلويات الشرقية ونشوف تخانة السيرب تبقى عاملة ازاي وازاي السيرب بتاع الزيوت او بلح الشام ما يسكرش مننا بنجيب المشبك بتاعنا كده ونبدأ نرصه هنا كده ازاي نعمله دايرة ازاي نعمله بالظبط بالظبط زي السادة الافاضل الجمال بتوع دمياط اللي هم دايما مميزين عندنا في المشبك وقد ايه الناس الجميلة دي عايزين نتعلم منها يلا بينا نتعرف على طريقته ونروح نشوف العجينة بتاعته عاملة ازاي وقد ايه بسيطة وقد ايه سهلة وقد ايه مش محتاجة مني خالص اي تكلفة يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم طيب اول حاجة هنبدأ بيها ايه بقى اول حاجة هنعمل السيرب للمشبك مشبك يا جماعة الدمياطي عبارة عن دقيق ومية وخميرة بس السيرب نص كيلو من السكر وادي شوت مية انا عايزكم تعملوا السيرب السكر ما يغطيش كمان الماي شايفين قد ايه مفيش هو السكر بيسيح عشان ما ياخدش معاكم وقت شايفين قد ايه ملح ليمون شايفين قد ايه بس ده يمنع من التسكير خلاص هيقعد على النار تقريبا على بال ما يغلي هيقعد يغلي مثلا طالما الميه قليله قوي كده هيغلي تقريبا في حدود هوري لكم المراحل بتاعته لكن هو تقريبا هيغلي تقريبا كده في حدود مثلا 7 دقايق لما نوصل للمرحلة ديت هوريكم دلوقتي والمقادير بتاعتنا ايه بتاعت المشبك الدمياطي كوباية دقيق كوباية مية معلقة خميرة صغيرة مش اكتر ولا اقل ويخمر من بالليل للصبح العجينة هتبقى قطعة بنقوم بنحييها بمعلقة دقيق تاني هوريكم ازاي ونبدأ نشتغل هي دي طريقة المشبك الدمياطي بس ادي المية وادي دقيق الكوبايه دي عشان اكبر شويه بس وادي ملعقه الخميره بس كده ولا سكر ولا زيت ولا زبده ولا نشا ولا العجينه بتبقى عامله ازاي خفيفه ازاي اخف من عجينه لقمه القاضي بس العجينه دي هتتغطى وتتحط في الفرن او في دولاب او في اي حاجه فرن مطفي عندي خش فيه تاني يوم هلاقيها خمرت لما قطعت العجينه قطعه مني الميه في يمه والعجينه في يمه بقوم مديها معلقه دقيق كبيره واقلبها تاني هتتحيي سيبهاش تخمر تاني واوري لكم بقى هنعمل فيها ايه يلا هات لنا بقى فوطه نظيفه كده اهي حط لي الكلام ده او استرتش دخله لي الفرن الكلام ده كده خليه طول الليل ادي العجينة هي هنبدأ نكشف عليها هنلاقيها ايه عجينة كده ايه طرية وقطعة خالص ناخد لها شوية دقيق كده
ونبدأ نلمها كده خالص ونقلبها. هنلاقيها بقت ايه؟ هنلاقيها بقت عجينة سايلة خالص، بس نقلبها كويس اوي. شايفين بتسقط ازاي؟ عشان نبدأ ناخدها على الزيت عندنا، ويكون عندي قطاعة. القطاعة ديت هنقلب كويس اوي. القطاعة ديت خاصة بايه؟ مش خاصة بالمشبك، اي قطاعة عشان ننزله ويطلع دواير. يلا بينا. شايفين مع التقليب العجينة دي مية خميرة. بس اجيب الكيس بتاعي كده هحط فيه كمية اي كيس استخدام مرة، كمية اللي انا هستخدمها، او ممكن احط الكمية كلها. هاتلي كده عشان ما نبهدلش الدنيا ونقوم عاملين كده. وهبقى اخد بقيه العجينه دي ونقوم عاملين كده. مش هنقطع دلوقتي خالص اهو. هنيجي هنا على الزيت كده، هعمل لكم واحده كده تشوفوها عن طريق المقص، وهنبدا ناخد ثقب صغير كده، حاجة بسيطة خالص كده. ونبدأ نيجي هنا كده على القطاعة، أي قطاعة بتاعت عجينة، وناخد آدي الدواير الأول كده، وبعد كده أهو يا دوبك هتبدأ إنها هنا تشد حيلها كده وتتشمع كويس أوي. هنقوم فكينها منين؟ هنبدأ نفكها من القطاعة، واعمل كمان واحدة سأوريلكوا دي دلوقتي كده. مهما بيقعد على النار بقى ما بيحمرش. اقول لك على حاجة وما تزعلش، مفيش صنايع عنده ضمير. ازاي؟ وخصوصا مهنة الشفات. اه طلبت منك تعلمني المشبك، حصل؟ لا ما عشان انا اللي عملت. بسأل سؤال، طلبت منك تعلمني المشبك، حصل؟ حصل. وانت مركب لي طقم في سنانك وعجزت كده، ها؟ تعمل ايه؟ تخش في الخباسة تحضر وتعجن وتسوي، وانا ولا كني موجودة في البيت. وانا عامله على طول. لكن اما هتعلمهوني انا هطلع بيع مشبك وابوظ مهنتك. بص يا حنان كده، بص يا حنان، ما انا بكتر، ما قلتليش لان انت شغال. ما عشان انت ما تاخديش الفكرة بتاعتي. طب مين هيديني سر المهنة؟ الاول بنقوم عاملين الدواير دي كده، نقوم عاملين كده وكده. لا والله عرفت انا كده ايه ده؟ ما هو انت بقى بتابع الفيلم. طب اتابع زي اداني وراه دلوقتي لما نطلع دي وارجع لكم حالا. وادي دي شايفين اللون الابيض ده؟ البيش، البيش كده. ونقوم حاطينها في السيرب كده. نفس القصة كده شايفين؟ كده عشان كده اسمه شبك. وادي الاطراف اهي. ونخليه نفس القصه يبدا يستوي عشان انا بس الحته الزياده دي، ما هو طالما بيتقلي في الزيت خلاص ما يبقاش دايت. ونخليه هيتحمر وبعد كده نرفعه. ويلا بينا نروح نعسل اللي احنا عملناه. ادي السيرب اهو يا جماعه، شايفين التخانه بتاعته لو بينزل بصعوبه. شايفين عامل ازاي التخانه بتاعته عامله ازاي؟ في المرحله دي انا بطفي عليه. المفروض في المرحله دي اللي قبل ما اطفي عليه ادي ملح الليمون، بس انا عشان ما تنسوش فانا اديت ملح الليمون من الاول. السيرب يكون عندي بارد بالشكل ده، ومن الدار على النار زي ما قلت لحضراتكم على السيرب جري. بياخد اللمعه بتاعته اللون البيج الفاتح دوت نتيجه ان انا لا اديت سكر ولا حاجه. ارفع كده شايفين عامل ازاي؟ سيبه يتصفى كده بالراحه ونحطه هنا. هما بقى بيحطوه في بعضهم، في بيدي عسل جلوكوز وضروري يعني بيدي عسل جلوكوز لانه بيحتفظ بنفس اللمعه، بيفضل يلمع فترة طويلة كده.
شايفين؟ سيبه يتصفى خالص خالص. هبدا اسقي الوحدات اللي معايا ديت واحده واحده كده بالشكل ده اهو، على طول وهو سخن بما اني هقدمه في البيت هسيبه ومبحطوش في بعضه، هسيب بقية الوحدات ديت وارجع لكم تاني. ادي المشبك عندنا السيرب لازم شايفين يبقى عامل ازاي، يبقى تقيل. شفنا منظره ايه وعامل ازاي وبنقدر نقدمه لاولادنا، وشفنا ايه الفايدة. لازم السيرب بتاعه يكون تقيل شوية، شايفين التخانة بتاعت السيرب عاملة ازاي، ملدنة شوية، يا اما بتاخد عسل جلوكوز. ادي المشبك بتاعنا ان شاء الله هتعملوه، لا محتاج مكنه ولا محتاج خلاط ولا محتاج اي حاجه، كوبايه دقيق كوبايه ميه تعمل لكم كميه كويسه جدا، معلقه صغيره خميره زي ما شفتوا بيبات طول الليل. تاني يوم معلقه دقيق واحده كده واقوم مقلبها فيه وابتدي اشتغل بكورنيه وشويه السيرب بنص كيلو السكر. لو عجبكم الفيديو نعمل جري، نعمل لايك وشير. قناة الشيف محمود عطية، ألقاكوا على خير إن شاء الله. السلام عليكم. ده كيلو اللبن اهو في اللبانة زي ما انت شايفة، كيلو اللبن خلاص. اول خطوة هنعلقه على النار يغلي، تمام؟ هعلقه على النار يغلي واورهولك. اللبن اهو على النار. الناس اللي بتشتكي من ان اللبانة اللي استنلس بتشيط اللبن، قلت بالمرة اقولك على المعلومة. لازم النار ما تزيدش، دي اصغر عين اهي، ما تزيدش وتطلع برة اللبانة اللي استنلس خلاص، وتبقى يعني النار ما تبقاش برة اللبانة، فمش هتحرق اللبن ولا هتشيطه. لان اهم حاجة في اللبانة القاعدة اللي تحت هي اللي بتبقى سميكة، وعشان كده ما بتشيطش اللبن. لكن الجناب بتشيط اللبن لانها مش سميكة، فيجب ان النار تكون مركزة تحت مش فوق. اللبن اهو، طبعا انا مش هخليكي معايا لحد ما اللبن يغلي، انا هفصل ولما يغلي هوريهولك. اللبن طالع اهو زي ما انت شايفة خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا خايفة افوره فوقفاله اللبن الحرامي. طبعا في الغلايه الازاز دلوقتي جميله تحفه، بتديكي صوت لو انت سرحانه انه اللبن خلاص طالع اهو كويس. خلاص اللبن طلع اهو. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنستناه لما يبرد. هو غلي خالص تماما وقلبناه وكل حاجه، هنستنى اللبن لما يبرد. يبرد لكام؟ لدرجة حرارة المكان اللي انت فيه. المكان 37 يبقى هي 37 وزيادة سنة 38، يعني يدوب دافي كده. ادي اللبن اهو بقى دافي، انا بجسه بايدي كده بلقاه دافي. هاخد كوباية الزبادي اعملها كده اقلبها كويس قوي قوي، هي الاول لوحدها بدون اي اضافات. اهي حسيت انها بقت كريمية، هاخد عليها بق لبن. كل ما قلبتي كده كويس كل ما اداكي نتيجة كويسة جدا. كوباية الزبادي اهي بقلبها لحد ما احس ان مفيش فيها اي تكتلات. حط عليها معلقتين اللبن وبقلبها كويس جدا اهي. طيب بعد ما قلبتها كويس قوي كده، انا عندي حاجة من الاتنين، يا اما انزل بيها كلها على اللبن، يا اما صب اللبن في الكوبايات واحط في كل كوباية حتة، بس الاسرع والاصلح هي دي خلاص. طيب بصي مفيش اي تكتلات في اللبن، هبدأ اصب. هنصب في ايه؟ بصي بقى، اول حاجة بتاخدي خميرة لليوم التاني،
مش كل يوم هشتري كوباية زبادي اهي، دي خميرة. بعدين عندنا سلاطين زبادي، كوبايات ازاز، اطباق صيني، اي حاجة عندك، كوبايات بلاستيك، اي حاجة موجودة عندك. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. اهو خلاص. انا عايزه اوريكي كيلو اللبن عمل عبوات زبادي قد ايه. طبعا دي مش هنحسبها عشان دي اللي احنا حاطينها، ادي 1 2 3 4 5 6، 6 عبوات وحجمهم كبير. لو انا هعبي عبوات قد عبوة الزبادي بيعمل 8. خلاص كيلو اللبن بيعمل 8 سلاطين زبادي. طيب الخطوة الجاية ايه؟ الخطوة الجاية انا معايا هنا في الصينية اهي اهي، هرص كل الزبادي اللي احنا عملناه السلاطين اهو في الصينية. رصينا كل العبوات، كمان بتاعت الخميرة مش هننساها اهي، دي خميرة الزبادي بتاع كل يوم مش مكفية. طيب اوكي انا هحط الخميرة مرة تانية مش مشكلة. طيب هحط ايه دلوقتي بقى؟ هحط مية سخنة، سخنة من السخان بتاع البيت عادي جدا طبعا، عشان احنا في الشتاء. لو احنا في الصيف، لو احنا في الصيف هنحط مية عادية جدا، وممكن ما نحطش ميه خالص لان الجو بيبقى حر، بس انا بحط ميه دافيه عشان اعمل له بيئه كويسه. دي بدل حضانه الزبادي اللي بتبقى عند المحلات واللي بنجيبها من على النت، اللي هي الحضانه دي ام غطا دي، كده الزبادي بتاعنا جاهز. هدخله في اي مكان، في فرن، في دولاب، في اي حاجه، المهم ان انا احطه في مكان مقفول عليه. خلاص طيب القصه دي خلصت، ده الزبادي البلدي. طب انا يا حنونة ولادي ما بياكلوش الزبادي البلدي وبيحبوا ضنن، بيحبوا نسلة، بيحبوا اي حاجة تانية، هتعملي ايه؟ هتجيبي كيس لبن بغيره او علبة لبن جهينة وتدفيها، بس مجرد تدفيها، وهتعملي نفس القصة اللي عملناها دي، هيطلع لك اللبن ايه الزبادي معلبات. خلاص زبادي نسلة، لو انت عايزة نسلة حطي خميرة نسلة، لو عايزة دانون حطي دانون، لو عايزة جهينة حطي علبة جهينة، الطعم اللي انت عايزاه حطيه مع كياس اللبن، كيس لبن، علبة لبن. المهم ما تجيبيش لبن حليب بلدي، لانه الحليب البلدي للزبادي البلدي، والحليب ده للزبادي المعلبات، نسلة، جهينة، زبادي بيو، اي زبادي يعجبك. خلاص انا هستنى بس لما الزبادي يخلص يجمد وهنصور تاني مع بعض. اللبانة اهي زي ما انت شايفاها اهو، شايفة مفيش اي شياط فيها ولا اي حاجة خالص اهو. الناس اللي بتشتكي من اللبانة اللي استلس كويس اهو، اهم حاجة النار تكون على المقعدة القاعدة بتاعتها اللي هي السميكة، وما تجيش على حرف اللبان. وعموما كل الادوات الاستلس، الحلل والصواني والقصة دي، بتبقى القاعدة بتاعتها سميكة بتتحمل النار، والاحرف لأ، فعشان كده النار ما تجيش على الحرف، لازم النار تكون تحت القاعدة، تحت القاعدة زي ما انت شايفة اللبانة ليها قاعدة لوحدها اهي، وبقية اللبانة عادية. خلاص تمام يا ستي،
دلوقتي الزبادي اهو طلعناه من الفرن، الفرن مطفي، هو كل الحكايه حمام ميه دافيه. بس عايزه اقول لك سر نجاح الزبادي عشان تبقي عارفه انت نجحتي ولا لا. شايفه نقطه الميه الصفرة الصغيره اللي تحت دي اهي، شايفاها؟ بوضحها لك كمان اهي، نقطه الميه دي هي اللي بتقول ان انت نجحتي في الزبادي. بصي انا عايزه اوريكي وانا بصفيها بس، ولكن بقيه الكوبايه متماسكه جدا جدا جدا. طيب الزبادي اللي في السلطانيه اهو، السلطانيه في ايدي اهي، شايفه؟ اهي شايفه السلطانيه، انا قلبتها اهو، شايفه كده هو متماسك جدا. بصي شايفه السلطانيه اهي، شايفها؟ انا بوريها لك فيديو مش مجرد صوره عشان تبقي عارفه قد ايه الطريقه ناجحه. شايفه الزبادي في كل السلاطين اهو، شايفه اهو في الطبق، طبعا هي نقطه الميه بس اهي، شايفاها؟ دي اللي بتدل ان انا الزبادي. يا جماعه نقطه الميه دي اشربيها، اوعي ترميها، دي مفيده صحيا جدا، كلها خمائر وبكتيريا بتريح المعده. الزبادي اهو زي ما انت شايفه في السلطانيه اهو، انا عماله اهزه اهزه اهو اهو، خلاص زي الفل. طيب الكميه اللي انت شايفاها دي كلها طلعت من كيلو لبن. طبعا انت عارفه الزبادي دلوقتي الاسعار السلطانيه الصغيره وصلت 4 جنيه، يعني انت عشان تعشي اسرتك ولا تسحريهم في رمضان زبادي عايزالك ما يقلش عن 16 جنيه لو انتوا 4 افراد بس، ماشي؟ احنا طلعنا 6 كوبايات كبار من الحجم الكبير اهي من كيلو لبن. والعلبة الخميرة برضو هجيبها وريها لك زي ما هي اهي، هجيبها لك من التلاجة، علبة خميرة الزبادي بتاعتي اللي انا لو هعمل كل يوم فمش هشتري غير كيلو اللبن بس، والخميرة بتاعتي اهي سايباها هشتغل بيها بعد كده. طيب احنا بتمنى ان انا اكون اديتك معلومة عن الزبادي مفيدة. وعايزة اقول لك معلومة اخيرة بس، لو الزبادي طلع منك مخرز يبقى انت عملتيه على درجة حرارة عالية، يلا المية كانت سخنة او اللبن كان سخن لسه ما بردش، خلاص؟ لو الزبادي اخد معاكي وقت طويل هو مش مشكلة يعني، بس لو اخد معاكي وقت معناها ان انت درجة الحرارة كانت اقل من المطلوبة. طيب احنا بما اننا عملنا الزبادي ان شاء الله هعمل لك الفول عشان تبقي في رمضان عندك حاجتك كلها، والحاجات بقت اسعارها غاليه كده كده، فاحنا بنحاول نخفض على قد ما نقدر، كويس؟ وبعدين انت احسن حاجه ان الزبادي ده بالدسم بتاعه اللبان مش واخد منه القشطه مره وشغال بيه بعد كده، لا اهو زبادي بالدسم بتاعه. انا بس عايزه اوريكي معلقه بتبقى ناعمه ازاي، ادي معلقه ال الزبادي، شايفه النعومه بتاعتها اهي، شايفاها؟ خلاص يعني مش مخرز، كريمه كريمه خالص. لو عندك اي سؤال ابعتهولي في كومنت، معلش انا اكلت معلقه الزبادي. لو عندك اي سؤال سيبهولي في الكومنت، واظن ملاحظين ان انا حتى لو ما بردش على كل التعليقات بس التعليق اللي بيكون فيه سؤال برد عليه بسرعة، عشان لو عايزة تجربي الوصفة تقدري تجربيها. سلام عليكم. اهلا بيكم ومساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي قوي، هنعمل البسبوسة. البسبوسة احنا عارفين انها بره بتتباع غالية جدا، عايزين نعملها زي المحلات اللي بنجيبها من بره، اتوال وكويدر ولابوار، كل المحلات الكبيرة ديت، عايزين نعرف سر البسبوسة ايه. سر البسبوسة هنعمله بالجرام وبالكوباية. المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه؟ بيكون عندي نص كيلو سميد بالشكل ده، بجيبه من العطار تمنه ده تقريبا 5 جنيه او اقل. بيكون عندي 300 جرام سكر او كوباية ونص سكر اللي هو المج ده، مج ونص سكر من دوت. بيكون عندي اللبن كوباية الا ربع من نفس الكوباية ديت.
بيكون عندي عسل اللي هو يا اما عسل نحلة او عسل كنافة وبلح الشام، تلت كوباية عسل من نفس الكوباية ديت، بيكون عندي تلت كوباية سمنة بلدي او اي نوع سمنة، كله حلو جدا كده. العجينة بتاعتنا جاهزة. بعد كده الشربات بتاعنا او السيرب بيكون عندي كوباية سكر كوبايتين مية، بيتحطوا على النار يغلوا، يا دوبك يغلوا غلوة وندفي عليهم، ونديهم معلقة سمنة زي ديت بالظبط، معلقة صغيرة ويا ريت رشة فانيليا. أول حاجة بنعملها في البسبوسة إن إحنا بنجيب السيرب بتاعنا ونبدأ نيجي دلوقتي هنا كده نوسع مكلينا، آدي السكر وآدي المية، بيبقى زي المية بسكر بالظبط بالشكل ده، ويا دوبك الكلام ده هيغلي غلوة. بعد ما يغلي الغلوة هنطفي عليه ونقوم عاملين ايه، نديله معلقة سمنة. هنسيب ده دلوقتي نحطه على النار هنا ونيجي على العجينة بتاعتنا. ادي السكر بتاعنا هو، حطينا عليه اللبن. قد ايه السكر تاني يا شيف محمود؟ كوباية ونص سكر من الكوباية دي، خلينا حاططها لكم كده عشان تحفظوا. وادي العسل بتاعنا اللي هو بتاع الكنافة، حلو قوي كده يا شيفنا. حطينا دي تلت كوباية عسل وتلت كوباية سمنة والكوباية ونص سكر، خلصت البسبوسة. في ايه تاني؟ دي بتاعت بره يا شيف محمود، حرام عليك، هتطلع وهنشوفها. بنقوم واخدين بايدينا كده بالشكل ده، في التلفزيون بنلبس الكلابس، هنا ايديا غسلها ومضمونه وتمام التمام. انزل كده يا سيدي بسميت البسبوسه اهوت. قد ايه دوت؟ نص كيلو. طبعا انا مش هقول للعطار اوزن لي بالكوبايه، من فضلك اديني نص كيلو سميد بسبوسه. هيقول لي حاضر. كتير هيقول فين البيكنج باودر؟ مفيش. كتير هيقول لي طب ما احنا نجيب البسبوسه الجاهزه بره. لا، ما نجيبش البسبوسه الجاهزه من بره، مش هتدينا النتيجه. يبقى الموضوع كله لما نحسبه هنلاقي جبنا صميت البسبوسه بخمسة جنيه وجبنا بقيه المكونات بكام؟ بستة سبعة جنيه، يبقى ادي 12 جنيه. شايفين؟ الخليط مش محتاج خالص مني لا سنه ميه ولا سنه لبن ولا صميت ولا العجينه سايحه، عجينه مظبوطه جدا جدا جدا. طب مش هنحط على الوش بندق ولوز يا شيف محمود؟ قلنا الحاجات دي مالها، حرام مكروهه. يبقى نعمل ايه؟ يا اما نحط عليها سوداني لو حبينا، يا اما ان احنا نحط عليها ادي الخليط بتاعنا اهوت. لازم بقى شروط نجاح البسبوسه الصينيه دي، الصينيه ديت مقاس 28 من غير سور. يعني ايه من غير سور؟ لو صينيه بسور هنلاقي البسبوسه بتشقق مننا. شايفين؟ من غير سور عندنا، يعني اهو ده السور، اهو سور صغير، انما مش سور كبير، مش عايزين السور الكبير عشان ما تشققش. وادي كده البسبوسه ببتدي افرد كده، و عايزينها تتساوى. الله، مش عايزه تتساوى. طب هنعمل ايه عشان تتساوى؟ هنعمل كل خير. الفرن هنا شغال عندي درجه حراره 200، 180 ما يجراش حاجه 180. هنيجي دلوقتي واجيلكوا عشان اجيب حاجه او فوطه وببتدي اساوي البسبوسه بتاعتنا، لان انا مهما اعمل دلوقتي مش هتتساوى. بنيجي نقوم عاملين كده، شايفين؟ لو عندكم الرخامه خايفين عليها بنعمل ايه؟ حط تحتها فوطه. طب انت مش خايف على الرخامه يا شيف محمود؟ لا، مش خايف عليها عشان اعلمها. المهم المعلومة توصل كده 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 كده. وهنقوم داخلين الفرن دلوقتي. يبقى انا عندي البسبوسة عجينتها اهيت عشان تخش الفرن، وعندي السيرب هوريه لكم دلوقتي، يا دوبك يغلي واطفي عليه واحط عليه السمنة. هرجع لكم بعد نص ساعة بالظبط اوريكم منظر البسبوسة. فرن كهرباء، انا مش مطالب ان انا احطها على الارضيه، هي المفروض لو فرن غاز بيتحط على الرف اللي في النص كده. كده البسبوسه تمام وخدت لون تمام. هنطلع كده ونيجي على الرخامه بالراحه كده. ميه بسكر، ميه بسكر،
وعليه معلقه يا دوبك غلي طفيت عليه بارد او دافي مش مهم، عملت له حمام ميه بارد، وادي السمنه عليها اهي معلقه سمنه. هنا بقى الخطا اللي بتقع فيه طول البسبوسه ناشفه. بصوا لما اجي ايه ده، انت بتسوي رز مصري يا شيف محمود؟ اه شايفين؟ لو شربت مني وهتشرب ان شاء الله تبقى ناجحه، ما شربتش تبقى معيشه وهتلاقيها شققت، بس المفروض وهي طالعه من الفرن تكون هي اصلا شققت لو هي ما كانتش مظبوطه. انما احنا هنستمر كده في حدود دقيقه مع بعض، هنبص عليها هنلاقيها شربت السيرب ده كله. يا اخي حرام عليك كل ده السيرب، ما تنسوش السيرب ده انه عباره عن انه ميه بسكر، الميه كتير. عارفين لو احنا عندنا كوبايه عسل واحده تبقى فيها سكر اكتر من الكوبايتين دول، لان الكوبايتين دول عباره عن انهم كوبايتين ميه وكوبايه سكر واحده. هتبدا البسبوسه تشربها ما استعجلش، ما اعملش اي حاجه. ممكن اعمل حل واحد، اطفي الفرن وادخلها فيه لمده دقيقتين هتبدا تشرب، بس انا عايزكم تشوفوا المنظر كده مع بعض. كل السيرب ده اللي هو ميه بسكر ده هتشربه دلوقتي مع بعض، شايفين كده؟ هتشرب خالص الكلام دوت. هنبص نلاقي البسبوسه طريه، لان انا اعتبر سقيتها ميه بسكر بس مش عسل، ولازم يبقى خفيف كده، خفيف معانا بالشكل دوت، ما يبقاش تقيل، لو تقيل البسبوسه تنشف. لو تقيل البسبوسه تنشف، احسن حل تطفوا الفرن وتدخلوها فيه. ما كانش بنسيبها، ملاحظين السيرب راح فين؟ شربته. ما بقاش فيه ولسه. معلقه السمنه بتدي طعم، يا سلام لو سمنه بلدي، وفي نفس الوقت البسبوسه بتدي لمعيه على الوش. شايفين هنا في الجنب ابتدى يبقى ما عنديش خلاص، ببتدي اعمل كده واعمل كده. اهم حاجه بعد ما تشرب السيرب دوت يا جماعه، لما ادوس على البسبوسه الاقيها بتبك السيرب، اعرف ان بسبوستي هنا تمام وشاربه وطريه. طب لو انا عايز اقدمها حاجه ب 15 جنيه، عايز اقدمها هديه لحد، بفرش من تحت ورق زبده وابتدي احط البسبوسه، وابتدي بعد ما تبرد خالص تاني يوم اقلبها، واقوم حاطط عليها طبق كرتون واقوم عادلها تاني، واقدر اقدمها هديه. راح فين السيرب اللي انا اديته؟ خلاص شربته. خلوها بقى كده، شايفين راح فين السيرب؟ شرب تماما. اهو هي دي اهم نقطه عندي، اهم نقطه عندي ان انا ازاي اديها السيرب. ناس كتير وسيدات عظماء منكم بيقولوا يا شيف محمود البسبوسه بتبقى ناشفه من تحت عشان انا بدي شويه سيرب صغيرين وخلاص، وخلاص بشربتها في دقيقه، اقل من دقيقه مسافه ما بتطلع بديهم شربتهم. غلط. شايفين كانه رز مصري وحطه على النار وابتدى يشرب ميته، بس مش عايز اقطعها دلوقتي لانها مش هتطلع قطعه واحده. سيبها تبرد وارجع لكم كمان نص ساعه تكون بردت تماما ونقطع منها براحتنا. ادي البسبوسه بعد ما سبتها تبرد، نيجي نعمل التست. شايفين هي شربت كل السيرب. تعالى في الاماكن الناشفه دي ندوس كده، بصوا شايفين؟ شايفين يا جماعه؟ يبقى لو مشينا بالطريقه دي وبالمقادير دي هنشوف هناكل احلى بسبوسه. هنيجي نقطع كده مثلا، ودي لما تبرد خالص هتعرفوا تتحكموا فيها ان شاء الله، تقطعوها قطع 2 سم في 2 سم، لكن هي دلوقتي لسه سخنه، لكن احنا بنحاول ان احنا نوريها لكم عامله ايه من جوه. ادي كده ناخدها بالشكل ده، ما دهنتش الصينيه اي حاجه، واهو واهو شايفين الطراوه هنا بتاعت الصينيه عامله ازاي الاول؟ شايفين قطعه البسبوسه عامله ازاي؟ شايفين هنا بقى كده؟ الله تحفه تحفه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ والف هنا، ويا رب تعملوها. وشوف تطبيقاتكم دايما، اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك للقناه بتاعتي، شكر لكم جدا ودايما في العالي يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بحضراتكم جدا، والنهاردة البكوين اللي انت شايفاهم قدامك دول هنعمل لك منهم احلى ايس كريم. ده ابتكار الشيف محمود، بجد هو حاول يفكر جدا ازاي يوفر لكم الخامات باقل الاسعار. بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم. ازيك يا حنان؟ عامله ايه؟ ازيك يا حوده؟ كل سنه وانت طيبه. شهر شعبان كريم عليكي، وشهر رمضان. والنهارده واحد شعبان ولا ايه؟ لا، طول شعبان نقول كده وطول رمضان. كل سنه وانت طيب. انا لسه جاي دلوقتي من الفندق الساعه 1 صباحا. حلو. حنان قالت لي حرام عليك، هي طبعا قاعده على النت وبصراحه بتتابع كل الكومنتات. إيه انت دبستهم في مالتي ديكستارين ودبستهم في المثبت، وقلت هتعمل بطريقه ثانيه بسيطه للناس اللي ما عندهمش، اللي هي ابسط طريقه اللي هي بالجيلي وبالنشا. حبايبنا بتوع الصعيد اللي دايما يقولوا اعملوا لنا ايس كريم بوصفه وطريقه بسيطه وسهله ومقادير سهله خالص عشان نقدر نعملها، احنا معاك اهو، اعملوا وقولوا لنا عملتوا ايه. دلوقتي المفروض الوصفه دي ابتكاري كلها. المفروض معلقه نشا، معلقه جيلاتينه، حلو، مقاديرنا نص كيلو ميه، يعني كوبايتين ونص ميه من ديت، وثلاث ارباع كوبايه سكر. حلو. دلوقتي يا حنان الجيلاتينه ممكن ما تبقاش موجوده. تمام. وهحتاج لها اسانس، اللي اي اسانس اطعمه، سواء فراوله، طعم فراوله، توت، اي حاجه. اسانس ولون. ولون، برافو عليكي. انا هنا عوضت الساده المشاهدين بان انا حطيت الجيلي في طعم الفراوله، اسانس الفراوله، وفيه اللون. وفيه الجيلاتينة. ايه ده تلات عصافير بالكيس الواحد. حلوة ده. قوي. مية مية. طيب هنقول مقاديرنا بقى لكيس واحد جيلي. ماشي. حبينا نعمل كيس تاني، نعمل مقدار تاني. عندك كيس واحد جيلي النوع اللي انت بتحبيه، فراولة، اناناس، اللي هو خلاص هو كيس واحد بس، معاه معلقه كبيره من النشا. تمام. وثلاث ارباع كوبايه سكر. حلو قوي. بياخد قد ايه ميه بقى؟ النشا يا حنان بياخد نص كيلو ميه. نص كيلو ميه. ال 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 الجيلاتينه او الجيلي ما يغليش. يعني بحطه على الميه وهي سخنه في الاخر خالص. ادي كده الميه اهيت عليها. يعني انت قصدك تقول يا شيفنا هنعلق ده ونقلبه على النار؟ هيبقى عامل زي القلم السحلب. حلو قوي. وبعدين؟ وبعدين نقوم هو الجيل الجيلاتينه او الجيلي بيشتغل على الميه الدافيه. على الميه الدافيه. وهقول لكم بعد كده نعمل ايه. طيب كده هو هنعلق ده على النار ونجي لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده، بصوا الخليط عامل ازاي. معلقه نشا يا شيخ محمود على نص كيلو لبن على ميه. شايفين الخليط عامل ازاي؟ المثبت اللي قلت لكم عليه هو عباره عن جيلاتينه، بيدي نتيجه الجيلاتينه والنشا مع بعض. هنا في المرحله ديت الخليط ابتدى يغلي عندي اهو. عايز ادي عصير ليمون، عايز ادي اي نوع جيلي غير الفراوله دوت هديه. ادي باكل فراوله اهو يا حنان. طب انا ما بحبش جيلي الفراوله، بحب جيلي الاناناس. ما حنان شغاله هناك اهي. بصوا عايز اوريكم حاجه، هي شغاله هناك على الاناناس ازاي، وادي باكل اناناس اهو خلاص، وانا هنا اهو. اتفقنا؟ احنا مش قاصدين نجيب دريم على فكره. طيب الكلام ده هيخش مني يا حنان الفريزر. ماشي. الكلام ده هيخش مني الفريزر، هيجمد، يطلع بعد ما يجمد نعبيه في كيس او في علبه بالمضرب الكهرباء، ويبدا يتضرب بالمضرب الكهرباء عادي. ما عنديش مضرب كهرباء، ممكن بالمضرب اليدوي. طب مش هما هيشوفوا الكلام ده معانا؟ هيشوفوه معانا اول لما يجمد. ده هيبقى بكره. طيب. كده عشان الساعه هنجمد ده ونرجع لكم بعد ما يتجمد نشوف هنعمل بيه ايه. دلوقتي الميه غليت اهيت مع معلقه النشا، نص كيلو ميه، معلقه كبيره نشا، ثلاث ارباع كوبايه سكر. بصوا يا جماعه عشان نبقى عارفين، انا هستخدم نص باكو الجيلي بس. اطفي النار بقى كده يا حنان. المفروض معلقه جيلاتينه، ده كتير شويه، فاحنا هندي نصه بس. يعني الباكو كله على قد ايه ميه يا شيفنا؟ الباكو على كيلو ميه. يعني انت لما عملته الباكو كله على كيلو ميه، النص باكو على نص كيلو ميه. بالظبط كده. تمام. ومعلقه كبيره نشا وثلاث ارباع كوبايه سكر. لو محتاره ان شاء الله هكتب لك المقادير بالظبط في صندوق الوصف وتشوفيها. نص الباكو دوت يعمل لنا كمان نص كيلو ميه مع معلقه نشا مع كوبايه سكر. تمام. تمام كده اتفقنا؟ تمام.
خلاص هسه هعبي الكلام ده في علب او في كياس يجمد لبكره. شايفين كده الاسانس والرعب؟ الكياس ازاي شفنا هو سخن كده؟ مش دلوقتي شايفه؟ اظبطي عليه الكادر كده. شايفين كده؟ ده ايس كريم اهو. اللي انتوا اللي عايز اقوله لكم ان المثبت بتاع الايس كريم هو عباره عن جيلاتينه يا جماعه اللي قال عليه خطر، والنشا هنا بيشيل التجريشه، ولو لقيتوا فيه تجريشه ضايقتكم بنقدر نحط معلقه كبيره عسل جلوكوز على الخليط ده. طيب هيشيل التجريشه. تمام هنسيب الكلام ده يجمد وبكره نجي لهم نضربه يا حمام. يلا تمام الكلام. سلام عليكم. زي ما احنا شفنا كده دخلت الخليط بتاعنا بات في الفريزر، ابتدى اللي هو كان نص كيلو ميه، معلقه كبيره نشا، نص من باكو الجيلي، و150 جرام سكر، وهنبتدي نكسره كده عشان نحوله الايس كريم. نجيب برضو التاني، احنا عملنا فراوله وعملنا اناناس، وادي الاناناس اهو. بصوا الكيس اهو هوريه لكم. بصوا ده اللي انا عملته قدامكم، دي ابسط طريقه. بس في نقطه، طبعا ده ارخص انواع الايس كريم، معمول بميه يا جماعه ومعمول. هاتي لي حاجه كبيره اضرب فيها ده كده حنان. بتعمل ايه؟ بكمل لهم الايس كريم. ده معمول بميه، هتلاقوا فيه سن التجريشه. كده نجيبه، هوريكم المطاطيه اللي فيه وطعم ايس كريم على مهلك. ولا حاجه خالص على مهلك. ده كده الاناناس، بس هنضربه برضو قدامكم. شايفين كده؟ عايز اوري لكم بس عامل ازاي الاول. طبعا هيخش على الفريزر تاني بسرعه. شايفين المطاطيه اللي فيه؟ ادي المعلقه. شايفين عامل ازاي؟ طب هات هات ده الأنا... انا عايز اسقعه. لسه هيسقع يعني. وده كده الاناناس، هدخله تاني يسقع بس، واضرب لهم الاناناس بسرعه. دلوقتي انت ضربت اللي بالفراوله وده اللي بالاناناس، صح؟ مش عايزه مضربه وهو الخليط جامد قوي عشان ايه؟ ما يحرقش المضرب، يكسروه كده بالسكينه. ده اللي بالاناناس. بس انا حطيتها يعني مطرح الفراوله. فادى اللون ده كده حلو والله، اللون ده. شايفه المطاطي؟ انت بتتكلمي في ميه وسكر ومعلقه نشا وجيلي. والله العظيم 100 فل و14. يلا اعملي ووفري وبصي كله هيأدي الغرض. ماشي، يوم كده زهقانه ولادك عايزين ياكلوا ايس كريم، هو كل اللي هتتكلفيه باكل الجيل. النشا والسكر عندك في البيت واشتغلي. لو عندك مضرب كف عجان، قصدك عجان تضربي بالايه؟ بالكف، هيديكي نتيجه كويسه جدا. كده بقى هنبتدي نحط هنا كده. ادي الاناناس، اي نوع، لو توت ماشي حسب النوع اللي بتحبيه، بس والله طعمه حلو جدا جدا جماعه. انا عايزه اقول لك انا مستطعماه اكتر من اللي اتعمل بالكريمه. ده انا مبتكره وعملته في صدى البلد من سنين، قناه صدى البلد. الله ينور عليك يا شيفنا. استنى بقى عشان تعرفيني الجوله. انا اهوت كده ها ببلاش ميه مع السكر مع نص باكو جيلي للنص كيلو ميه ومعلقه نشا قلنا و150 جرام سكر. عايز ازود السكر زود. المقادير هنسيبها لك في صندوق الوصف. وادي كده، يا رب يكون عجبكم. ده أنا عايزه ده عايزه ده عايزه ده عايزه ده ده كده عايزه ده عايزه ده عايزه ده عايزه ده. مفيش بسكوت بقى من امبارح ده كده كسرت البسكوت كله.
للناس الايه البسطاء اللي زي حالاتي كده. طب والله هيعجبك، ولو ما جربتيهوش هتندمي. لا يعني لا كريمه لباني. بصي ولا احلى ايس كريم ده فكرني بالريف على البحر والله في مرسى مطروح. هو ده حلاوه. معلش سامحوني بقى، سامحوني. بشكركم جدا جدا جدا، ولو عجبكم الفيديو وعجبكم الايس كريم نعمل لايك وشير قناة الشيف محمود عطيه. ما تنسوش المقادير، امشوا بالمقادير اللي قلت لكم عليها ونفس التكنيك، ما تخافوش من اي حاجه، دايما يا رب في العالي بتقدروا تنفذوا كل حاجه، وده اللي انا وعدتكم بيه. مستنيه رايكم في الايس كريم التحفه ده. سلام عليكم.